أبطال الفرقة السادسة من صنف المدفعية سوف ينفذون ضربات تدريبية في غاية الأهمية. لأول مرة في تاريخ الجيش العراقي سوف تنفذ هذه الضربات النوعية، أي إصابة الهدف بدقة عالية، وضربات الجيش العراقي بين قوسين صارت توجع العدو. إن شاء الله التفاصيل ويانا ويا هذا التقرير. خليه قد كان لصنف المدفعية الدور المحوري والبارز بتقديم الإسناد الناري وتحقيق النصر في أغلب المعارك التي خاضتها قيادة فرقة المشاهد السادسة، حيث بلغ عدد الأحتدى المرمية أثناء المعارك 28700 إطلاقة. وعلى ضوء توجيهات السيد رئيس أركان الجيش المحترم بأن يكون عام 2018 عام التدريب والعودة إلى السياقات العسكرية الصحيحة ولرفع القدرات القتالية للمقاتلين في مجال اختصاصاتهم بما يؤمن رفع الاستعداد القتالي لكافة الصنوف وبضمنها صنف المدفعية. واليوم وللمرة الثانية وفي نفس المكان تنفذ قيادة المدفعية المتوسطة 106 بالتعاون مع التحالف الدولي الجانبي الفرنسي الرمي بالذخيرة الحية تمرين حماة البطن للمدافع الأمريكية عيار 155 ملم. احنا اول شيء نشكر ابطال اعلام وزارة الدفاع على الحضور الدائم وحضورهم دائما تغطية هاي الفعاليات العسكرية اللي تنمي قابلية المقاتل. حقيقة المدفعية احنا كنا دائما احنا بالعسكر نقول صنف ساند، من الصنوف الساندة المدفعية، الصنف مو اقول انا الساند، اقول الصنف اللي ينهي المعركة. يعني انتم كلكم ابطال وشفتوا شلون قدرنا بالمدفعية نقتل داعش ونطلع داعش من مدننا ومن مناطقنا وحررنا. يعني كان المدفعية يعني لها دور كبير جدا. جرى هذا اليوم هو الرمي الحقيقي من قبل المدفعية من خلال التعاون والتدريب المشترك مع التحالف من الجانب الفرنسي. كما شفتوا ان البطارية رمت رمي حقيقي بدقة رمي بكامل اعتدادها. نعم. هذه الأهداف النوعية ألا تدل على أن الجيش العراقي اليوم بات في أفضل حال؟ أكيد مثل الجيش العراقي استعيد عافيته من خلال التمارين والتدريب، وخير دليل هو التمرين الحقيقي اللي نفذ هذا اليوم. الفعاليات اللي شفناها فعاليات تحتاج مستوى عالي من التدريب لكونها رميات فنية تدخل في صلب عمل المدفعية، وما يدل على مشاهدتنا للفعالية إنما يدل على مستوى التدريب العالي للقداحين والمعينين والضباط والجهات المنفذة للتمرين. لكن مستوى مثل هيك مرات يحتاج كميات عالية من الأحتداء، ويحتاج اندثار بأعمار المدافع، وهاي مثل هاي الرميات نادرا ما تطبق خلال الجانب العملي من المعركة. نعم. أنتم اليوم تمثلون المفتشية العسكرية العامة، كيف تقيمون هذا التمرين؟ التمرين مستوى التنفيذ ماله يدل على إعداد تدريبي جيد، ومستوى التنفيذ كان مرضي جدا. التربيع 5-6-7-8-3-4، الارتفاع 5-2، الاتجاه 0-6، ارمي رشاشة معادية. مدفعية الفرقة السادسة نفذت اليوم تمرين حماة الوطن، الغاية من هذا التمرين لتطبيق الرميات الفنية اللي مدفعية الفرقة دائما كانت مستواها لحد رمية الإسكات.
في هذا التمرين والتمرين اللي قبله امتدادا له بالامكان مدفعيه الفرق الساسه حاليا ان تنفذ جميع الرميات وتجتاز المحددات للمواد الفنيه في موقع القياده بالخبره العراقيه الخالصه ان نجتاز المحددات من حاسبه الازاحه وبعض المواد الفنيه اللي موجوده في موقع القياده نقدر ان ننفذ رميه الهدف الخط القياسي والسد الناري والجرف والتفتيش وجميع الرميات الفنيه اللي متطلبات الاجراءات ان نتخذها من خلال الفعاليات المستقبليه في المعارك وحسب طبيعه الموقف في الموقف التعبوي. كانت خطوة كلش مهمة، خطوة موفقة، وفي رأينا احنا المستوى لهذه الفرقة هو مستوى جيد. في معارك التحرير كانت هذه نيران الحق على الباطل، واليوم تطلق في زمن البناء الحاصل في قطعات الجيش وكل المفاصل، فرجال الفرقة السادسة في تدريب وعمل متواصل. سلام الربيعي، إعلام وزارة الدفاع. بطل والله بطل هذا العراق، إيه نوماس نعم بي مدفعية ترفع الراس، وكلنا كلنا للعراق اليوم حراس، اللي يخرج عن القانون انت اللي تجبر يدلق الراس، انت اللي تفزع يوم اني بيت تفزع، يوم اني بيت تفزع، يوم اني بيت تفزع.